استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي سعادة السيد ياسر محمد الشعبان بمناسبة تعيينه سفيرا لجمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وهنأ سموه السفير على منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في كل ما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في جميع المجالات. وخلال اللقاء أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعمق ومتانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا، وما شهدته تلك العلاقات من تطور كبير بفضل اهتمام وحرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي فتح آفاقا أرحب من التعاون المشترك وتعزيز علاقات العمل الثنائي، متمنيا سموه لتلك العلاقات مزيدا من الازدهار والتطور الذي ينعكس على تقدم ونماء البلدين الشقيقين. من جانبه أعرب سعادة السفير عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة بين البحرين ومصر والسعي الدائم لتطوير تلك العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، فمصر والبحرين نموذج حضري يعلوه روح المحبة والإخاء والتعاون الاستراتيجي الوثيق في شتى المجالات، وأن العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين تؤكد دائما على رمز الوحدة العربية، مضيفا أن مصر تحرص على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع شقيقتها مملكة البحرين، مثمنا في الوقت ذاته جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في دعم العلاقات البحرينية المصرية.